طيب هنروح ل برضه الاولمبياد زي ما احنا في طوكيو مش بس الميداليات هي اللي بتبقى المعيار الوحيد لا ممكن تحقق النتيجه وعايزين ناخد النا... الناحيه الايجابيه يعني ممكن يكون في عندنا لعيبه اول مره تشارك حققت نتائج كويسه ابني على اللعيبه دي لعيبه سنها صغير عندي الاولمبياد اللي جايه على فكره مش بعيد 2024 يعني هتتعمل في معاده مش هتعمل كمان اربع سنين يعني كمان ثلاث سنين هنغمض ونفتح هنلاقي الأولمبيات اللي جايه على الابواب فلازم من دلوقتي ابتدي ابني والجمباز الحقيقه من الرياضات اللي عندنا ملك حمزه وسيف اسر لاعيبه منتخبنا الوطني الجه... لجمباز الترامبولين قدموا مستوى كويس وخدوا المركز التاسع خدوا المركز التاسع وده طبعا آآ آآ اللي بيتاهل للنهايات كانوا الثمانيه الاول والثمانيه عندك مثلا ملك ملك حققت المركز التاسع وكانت قريبه جدا من الصعود للنهايات عندك سيف آآ آآ اسر كان حق المركز العاشر وبرده كان قريب انه يطلع النهايات طب اللي بيطلع النهايات اول ثمانيه فكان قريب يعني معنى كده اللعيبه دي او ملك حمزه وسيف اسر لعيبه صغيرين في السن وعملوا الانجاز ده في اول مشاركه اولمبيه ليهم طب ما ابني بقى ابتدي ابني على دول واديهم بقى كاتحاد كل الدعم واحنا واثقين طبعا في الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد انه هيعمل اعداد للعيبه دي او طبعا لملك حمزه وسيف اسر هيعمل لهم شغل كويس لانهم صغيرين في السن ويا رب خلينا نفتكر ممكن اولمبيات اللي جايه ان شاء الله في 2024 ناخد ميداليه باذن الله